بص، هو الحياة اختلفت جامد من ساعة ما أرسنال اتصدر بفرق كبير. الطبقية ابتدت تظهر في الدوري، يعني مثلا الدوري اتقسم دلوقتي الأرسنال واحدة. انتوا اللي هو السيتي؟ لا، احنا اللي هو الدوري كله. انت يالا هالاند العبد، فين كوباية الشاي؟ تمام، هروح بقى عشان اجيب لي الملك اوديجارد الشاي. الدوري بقى منظم بطريقة حلوة جدا الفترة الأخيرة. كل لاعب في الدوري دلوقتي بقى ليه دور، يعني مثلا أنا اللي بعمل الأكل لأرتيتا، هالاند يعمل الشاي، برونو بيكنس، جريليتش بيعمل مساج، وهكذا. طب وسون؟ لا، ارتيتا كان نفسه في فراخ امبارح فما لقيتش غير سون قدامي، عملته له على الغدا. انت يا كين الكلب.